السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جاوني بزاف تعليقات البارح يسقسوني على يوسف بالليلي، قال لك مارسيليا ما مارسيليا، ما على باليش انا ما خرجت هذه الاشاعات. دوك نوري لكم التعليقات ثاني كنهضروا عليها، وثاني كنجي نهضروا على وسمو، نخليكم تسمعوا عليه. بن شيخ عطى واحد النصائح ليوسف بالليلي سورتو قتلني، كي قال له حبيت تهبل ماشي دوكا، قال له كي تكمل هذه دوك نخليها لكم تموت بالضحك. هضر واحد الكلام تموت بالضحك على كل حال. بون قبل ما نبداو على كل حال باش نفكر، لان درت الفيديو البارح على عطال وكذا منا وعلى بوداوي كهدر، قالوا لي رجع من الاصابه. يا اخي العزيز انا كلامي البارح في الفيديو واضح باللي كنت نتكلم على مردود على مردود هشام بودا، على بالي باللي كان في اصابه ورجع من الاصابه. نو مردودو على المدى الطويل من اللي شفناه المباريات، قلت لكم باللي هشام بوداوي من ذاك يقدم مباراه يبان فيها، بصح اغلبيه المباريات يلعب يقدم بصح ما يظهرش، ما عندوش هذيك الزياده، هذيك اللي يخليك تلفت. واللاعب لازم يلفت، لاعب لازم يلفت الانتباه. قلت له هذه لازم تخدم عليها تبين، وقلتها في واحد الوقت، قلت باللي هشام بوداوي حتى في المنتخب ما عندوش الجرينطا هذا ما كان الجرينطا. بوداوي خصاتو الجرينطا، كي تشوف باغ اكزومبل لاعبين اللي يلعبوا بالجرينطا يبانوا لك في الميدان. هشام بوداوي يلعب كالم سامبل وما ما يظهرش زياده، يعني هذا ما كان. باش نوضح، انا هضرت على المدى الطويل ماشي غير على المباراه تاع البارح، على بالي باللي راجع من اصابه. هو مبكري هكذا هشام بوداوي، ماشي قضيه تراجع من اصابه، ما يقدمش مردود زايد، يعني ما يمتش حاجه باينه ولا يسترجع كره يمد كره. شوف بالنصر حتى وما يماركيش وما بصح يبان لك العالم كاع يهضر عليه. هذه هي النقطه اللي تكلمت عليها. بون نعاودوا نولوا ليوسف بالليلي، شوفوا التعليقات. هذا اول تعليق تاع البارح في الفيديو، روحوا للفيديو تاع البارح تلقاوه. عمي هشام بالليلي اذا مارسيليا صح، راكو تسالوا لازم نجاوب عليكم. قال لك هناك اخبار تقول ان بالليلي الى مارسيليا، انا ما شتهاش لا ما لبش مباراه ويسام، بدا يحكي لي على ويسام وكذا منا. وزيد هذا قال لي عمو هشام راهم يقولوا بالليلي راح لفرنسا وقيل مارسيليا، كاش معلومات عندك؟ واذا صح شكرا على كيما قول. شكرا عمو، ربي يحفظك وربي يحفظكم انتوما ثاني. بون اخي العزيز، اولا الميركاتو راهو مغلو، كيفاش راح يمضي مع مارسيليا؟ كاين واحد التعليقات قال لي نوت تما راهو بدون عقد، يعني لاعب حر يقدر ينتقل. لاعب حر وقتاش لغى العقد تاعو؟ لغى العقد تاعو بعد ما تغلق الميركاتو. كاين فرق. ونظن انه حتى وتكون بدون نادي كاين فتره، ماشي هكذاك اي وقت تروح، كاين فتره تقدر تروح لكاش نادي، فهمت؟ كاين فتره، يعني سورتو في هاد الدوريات الخمس الكبرى فرنسا وكذا، ماشي انت هكذاك اللاعبين كاع يلغوا العقد في نص الموسم بدون ميركاتو ويروحوا لانديه واحده اخرى، يعني تجي سهله بزاف. نو ماشي هكذاك، كاين وقت حتى وتكون عندك تكون بدون نادي، كاين وقت باش كيما نقولوا ما تقدرش، يعني كاين وقت تقدر فيه. باريزوب كي يغلق الميركاتو عندك واقيل واحد الشهر ولا زوج سمانات ولا ثلاث سمانات، العلم عند الله، لانك بلا كونترا تقدر يعطوك وقت اضافي باش تلقى نادي. بصح ماشي تلغي العقد تاعك في نص الموسم في الميركاتو غير كيما غلق تغلي وتبدل، هكذاك تجي سهله، اللاعبين كاع ينحوا الميركاتو وخلاص. هذا ما كان ولا اي نادي دوك تسمى. حبيت نقول لك عفسه، حبيت نعطيك عفسه مثال، هنا يقدر يصرى فيها تحايل. علاش يقدر يصرى فيها تحايل؟ نقدر هنا لاعب نحب نبيعه والميركاتو مغلوق هكذا ولا لا نتفاهم مع النادي ونشد دراهم تحت الطابله وندير روحي كروشيت مع اللاعب هذاك ونلغي العقد تاعو يولي بلا نادي ويروح لهذاك النادي تبان باللي راهو راح بالجاني وانا راني شديت عليه درام. هنا يصرى فيه ماشي سهله، يعني ماشي بهذيك السهوله اللي راك تصور. هذه نقطه. نقطه ثانيه، بعد غلق الميركاتو شكون اللي راه يخرج في هذه الاشاعات؟ انا ما على باليش يا خوتي. مارسيليا اولا بالليلي قال لك ما قدرش يتاقلم، بالليلي حب يولي ما حبش خلاص اوروبا، راهو يقولوا هكذا ولا لا ما قدرش يتاقلم. واش معناتها ما قدرش يتاقلم؟ كاين اللي يقول لك العائله تاعو وي راني معاه هو هكذا، ما صبرش على كل حال. بكل صراحه ما صبرش، لو كان صبر يقدر يصبر تفرا. الناس راهي كيما نقولوا تعيش 5 سنين في اوروبا، 6 سنين اوروبا بلا كوارط حراق بلا والو، ويصبر حتى يدير كوارطو. انت راك يعني عندك راه قانونيا باش تجيب العائله تاعك تصبر شويه، لو كان حب يصبر، هو ما حبش يصبر، هو غاتو تاع باريس سان جيرمان، هذا ما كان حب يلعب هذاك الماتش، نحاوه مقلق يوسف بالليلي، مقلق، هكذا ماشي أول مرة دارها، يتقلق يرفد كابتو ويروح بالليلي، هكذا. ثانيا مارسيليا يا أخي العام اللي فات خوه لا تشفاو، هذا هو المشكل.
انت انا ما جاميش تخو محرز يدير باريسوب محرز بقميص تاع ارسنال ولا نشر منشور في الميركاتو نهار ما كان حي قبل ما يروح للبريس نشر منشور باللي مارسيليا ومن بعد خرجت ما كانش كاع منها ومارسيليا قال لك باللي ما رمش مهتمين بيوسف بالليلي مارسيليا قالوا باللي ما رمش نتمنى تكون صح بصح ما معطيات ما تعطيش باللي صح مارسيليا ما رايش حبه بالليلي قالت هذه خطره والميركاتو راهو مغلوق وبالليلي كره من اوروبا حب يعاود يولي حب يعاود يولي للخليج يدي راتب مليح هذا ما كان هذه ما إيش إشاعات يا خوتي ما تتبعوهاش على حساب رأيي ونتمنى تكون صح على كل أبس على حساب رأيي وحتى وتكون صح ويروح راح يتأقلم راح يتأقلم بين يضرب معاهم على شهر شهرين يتقلق يعاود يرفع الكارت ويروح هذا هو بالليلي ما تقدرش تبدلو بوم نجول بن شيخ خليكم تسمعوا بن شيخ قال واحد الكلام على يس بالليلي عجبني بزاف واحد النقطة وكان واحد النقطة تانيك حبيت نتبت فيها تانيك على الصحفي هذاك اللي يسأل يوسف بالليلي ويوسف بالليلي قال له باللي عندي دراهم توحش دراهمهم اللي راح يتكلم عليها بن شيخ ونزيد نوضح هذا النقطة دقيقة برك نهضروا دوك على المستقبل يا ناس وقانا فودوك نهضروا حاجة صح أربع خطرات هو عنده مشاكل مع كات كلوب سي باين فوا قالها ديال الاولى مع بريس كات فوا بون شكون عنده الحق ولا ما عندوش انا ما ندخلش في التفاصيل ما ندخلش شكون اللي عنده هادي وهادي انا ما ندخلش في هذاك المشاكل ولكن دركا قول له يا يوسف يا ترونطا ولا غمضوا عينيهم تاع القطر ولا روح دير كيما قلنا لك مع الاول مليحه غمضوا عينيهم بيان سور غمضوا عجبتني هذه تاع غمضوا عينيهم اذا غمضوا عينيهم على الهضره اللي هضرها بيكون صراحه الانسان يكون صريح ومن بالليلي زعما قال لك الناس راهي تحول في الهضره تاعي الهضره تاعك واضحه يا يوسف بالليلي ما عندها ما راهي تحول بون انا رانا نوقفوا معاك راك وليد بلادنا ولكن بيناتنا هضره واضحه ديرك صادر يسمحوا له واش ديكلار هذه غمضوا عينيهم توحش دراهمكم كي قال توحش دراهم ولا باسكو لا بريس طاحت عليه التم صح ما مؤخرا صح ان شاء الله ان شاء الله يعني سيتي باين ديكلار سيتي باين ديكلار سو كاميرا بريس كاميرا كاش بيان سير علاش حنا ما نافونسيوش هذه كلمه مليحه بنشي قالوا علاه حنا ما نافونسي ما تقول لي لا كاميرا مخفيه لا لا والو السيد مريح في ليفيسيار جالي صحافي سألو صحافي سألو مباشرة ويصور فيه بالليلي تقدر تقولها بين صحابك هكذا في الحومة اللي ما كانش تسجيل صحافي رو يسأل فيك هذا ديكلاراسيون يا اسمه هذه ديكلاراسيون صحافي يسأل فيه ودوك نقولو الصحافي صحافي يسأل فيه قال له واش توحش قطر قال له توحش دراهمهم هذه ديكلاراسيون خرجت للعلن من عند صحافي دوك كاين ناس تلوم الصحافي وي انا نقدر نلوم صحفي في واحد النقطه انه يعني بالليلي هذا وليد بلادك المفروض كنت ما تنشرهاش وعندك صحفي يحب يدير البوز هذا ما كان صحفي جاب هذيك باش باب 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 يدير بها البوز من ناحيه يدير بها البوز من حقه الصحفي ولكن من ناحيه وطنيه باريس ماشي راني نقول ماشي وطني فهموني من ناحيه انه باريس بحاجه تخدم المنتخب ولا حاجه كانت المفروض ما ينشرهاش هذه وثانيا ما نلومش انا الصحفي نلوم اولا الفاعل اللوم الفاعل اللوم الفاعل اللي نطق دوك نخلو دوك تاوعنا باريس بالليل يطرطقها ويبزقها ومن بعد نروحو نلومو صحفي علاش دارها نو اللوم اللي نطق المفروض بالليل وكان كان احترافي في راسه ما يهدرش هذيك الهضره ما راكش في حومه راه صحفي وحاكم الكاميرا ويصور فيك صحفي وراك تشوف فيه باللي راه حاكم الكاميرا ماشي دار الكاميرا كاشي كيما راك تقول نتايا مخبي تليفون ولا بكاميرا صغيره كاميرا ويسال فيك وتجاوب عليه كان يسال بعد المباراه ولا في ليفيسير كان يسال في اللاعبين ويجاوبوا عطوا له اجوبه انت عطيت له اجوبه تصريح هذايا وغلطت بالليلي بكل صراحه سكتوا باش قالوا هو هضر هو هضر ما تقوليش مشي ديكلاراسي هو هضر راهي ديكلاراسي هو هضر بالليلي اللي هضر وقطر ما حبوهاش هذا ما كان غلط قولوا غلط يا خوتي نورمال تمشي هضر ما لازمش يهضر واش من القصره قال له قصره مع صحافي وعلى بالك باللي صحافي راح ينشرها ما كاش القصره على ما قالش والله غير توحشتها والبلد هذه ما شاء الله وكذا ويشكر كان يزيد يكون يدوبليو له
خلك لو كان هضر وشكرهم في هذاك الوقت اليوم يلقاهم ويدوبليو له ارواح بالليلي، ولا كانوا يعطوا له 200 الف في الشهر ولا 300 الف في الشهر ويدوبليو له. قال لك بن شيخ اشكرهم برك، ما تشكرهم ما هضره، المهم غلط. خاطرش الناس يطيحوك في شبكه تغلط تغلط خطرات كلام تغلط، ما لازمش تهضر هذا الشيء هذايا. وانا درك واش نتمنى ان شاء الله يجوزوا هذا كما كان يقول انت ولا شكون اللي قال ممكن هذا الكلاب اللي راح يديه هكذا، نقول له كمل لي كالكو زاني اللي عندك 4 5 3 جو نسي با، عمر مليح والله نهضر له سيرو هنا، ننصحوك خير من خوه، نصحو خير من خوه، عمر مليح، اشري لي بيان، اشري كلش، وبالك من هذوك صحابك لما يدوروا بك، يدوروا بك بالك، روح اسمع المكنسيه تاع الحاج محمد العنقي يقول لك على لي يدوروا بك لي فوتور، غدوه ما عندكش دور ويخلصوا لك، لي يجي يدور وتشوشك ولي يزيدوا يقطعوا فيك، انا نقول له ما عندك حتى صاحبك، عندك يماك ممكن باباك لا واقف معك، مي صح التاويل تاعك عندك ربي عطالك موهبه راك تربح في الاموال، دير التاويل تاعك، ريسبكتي الكلوب الاخر، كون سيريو خاطرش سي كيلكو زاني، ومن بعد ولا حبيت تهبل هبل من بعد، مي دركا كونك سيريو واربح على روحك، وان شاء الله ربي يصيب له كلوب وينجح وان شاء الله. هذه هي نصيحه من شيخ البلايلي، قال له خدم كون سيريو ومن بعد اذا حبيت تهبل هبل ومن بعد، ماشي دركا، دركا غير ما كان لا تهبل وتمهبل. هذه هي، وهذا واش نتمناو من يوسف بلايلي. احكم نادي وريح طرونكيل، احكم نادي خلاص اوروبا خلاص راح نقطعنا الياس، كنا نتمناوك لاوروبا لان عندك امكانيات عندك الطالون، ولكن شفنا باللي انت ما تليق باوروبا، اوروبا ما تليق بك، خلاص تعاود تولي روح للكاش نادي اللي يعطيك مصروف مليح وريح تما خدم تما، ما تقعدش دير في المشاكل لان المشاكل هذوما ماشي مليح للملف تاعك. انت تقول لي مارسيليا رايح واش دير به مارسيليا؟ مارسيليا تشوف الملف تاعو لغى عقد بكذا لغى عقد بكذا، تقول لك شنو ندير به انا نجيبو شهر شهرين بعد يزيد يلغي لي العقد، ما رانيش خاصتني مشاكل. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، ما نطوش عليكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.